اليوم حاضر معايا أمين تاع الخوا، حاضر معايا شفيق باهو. حاضرين معايا اليوم وشرفوني اليوم واحد منهم اكيد انتم تحبوه، فنان معروف شانتور اللي انتم اكيد كنتوا حابين يكون حاضر معنا في الجزائريه لها. نقدر نقول عليه فنان مغني وحتى ايضا منشط لانه شفناه في العديد من البرامج. حاضر معنا اليوم شفيق باهو، صحة رمضانك ومرحبا بك معنا. صحة رمضانك ومرحبا بيا عندكم بلقيس، مرحبا بخونا ما نقولش شكون باش من بعد نخليك انت خدمتك. دونك تري زوغو تري رافي دو بارتاجي سو بو بلاطو معكم. ربي يخليك شفيق. اذا مشاهدينا خاصة محبي مسلسل الخاوة، اليوم راح يكون حاضر معنا ضيف اللي كان عنده التأثير في مسلسل الخاوة وعرفناه بالعقالة تاعو بالظرافة تاعو، وكان يعني عنده هذاك الحس، يعني كان بزاف ذكي. راح نخليكم تكتشفوه مع بعض. حاضر معنا اليوم أمين اللي كان في دور جمال، مرحبا بك وصحة رمضانك. صحة رمضانك يا أستاذ. صحة، ميرسي بور لاكوي. صحة رمضانكم اتو، صحة رمضانك شفيق. ميرسي أمين. إذا مشاهدينا راكم عرفتوا ضيوف اللي راهم حاضرين معنا اليوم، ومادام راهو حاضر معنا أمين رايحين راح نقول لكم أنه أمين ما كانش عنده ولا حتى علاقة بالمجال التمثيل، لقى روحه في مجال التمثيل. حنا نعرفوا راح نعرفوا علاش وكيفاش لقى روحه في مجال التمثيل. Alors, Maloul, bon, il faut savoir que Anaï, je suis un ingénieur pétrolier, d'accord ? Barak. Voilà. Donc, j'ai fait des études. Rabbi Sadrak. Bzouar, l'Ixafat, la géophysique, les trucs. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là. J'ai dû quitter pour certaines raisons. Et puis, je me suis retrouvé dans la société Welcome. Welcome. Mm-hmm. Et où j'étais assistant de production. Et lors du tournage de l'Khawa, le réalisateur m'a vu, il m'a fait passer un test caméra, ou un tout. Il m'a proposé ce rôle-là et je me suis retrouvé dans la peau de Jamal, le comptable d'Alger Labo. D'accord, la société de Karim Moustfavi. D'accord. Shafiq. شفيق كنا شفناك في برنامج وما زلنا يعني رانا نشوفوا فيك فيه سي سا في رمضان اوي جوست شاك فاندردي ا 20h50 دونك l'émission se met entre parenthèses, on peut pas faire de la pub à une chaîne concurrente. Donc انا نعرف هذا باغ كونتر هذا الفايس. Donc effectivement Bilqis, c'est la deuxième saison de l'émission entre parenthèses, fait une chaîne concurrente. C'est l'effet Hazama, je suis censé être le voisin artiste qui débarque à chaque fois, Hazama hakda décor fait dar, qui maintenant est l'animatrice principale ou le voisin taak, يجي يزحم لي فوازان تاعك. هذه سي لا افكت. دونك هذه سي لا دوزيام سيزون، شافوني العام اللي فات وهذا العام. لا يجوز شاك فاندردي ا 20h50. فوالا. شفيق ما خممتش تروح للتمثيل؟ ماشي ما خممتش، انا نقول لك هذا العام جي با يو لا شونس دونك دو بارتيسيبي بالك في الخاوه، ميم سي جي باسي الكاستينغ قالوا لي عاودوا لي انا تفنيت شويه لا غالب في الخاوه. وي افيكتيفمون دونك جو تيان ا رومارسي امينه حناشي كيما امينه. شوف امينه اللي يجي يقول لها صحه رمضانك، اللي يجي كاش نهار نجيبوا امينه نقعدوها هنايا عيطي لي ميم سي فو اسيستي. اي تري بيان امينه، شفتي شحال نحبوك، شفتي شحال نحبوك. دونك كيما كان الحال قلت لك عيطت لي امينه قالت لي فالا اون شيرش دي des profils زعما هكذا هذا لو تيب دو شابين معليش كمل ماشي شابين نقول جمال الروح انا نقول برك. دونك شوفي بو عينين، شوفي انا نعيط لها بو عينين. دونك ما تبدايش خلاص باردون. دونك انا قلت لك جي با يو لا شونس دو فير بارتي من ليكيب تاع الخاوة بالك ولا في نوتر برودكسيون هذا العام، مي باغ كونت الحمد لله يعني قلت لك شاك فاندردي نجوز في ليميسيون اللي سبق وشفناها ديجا. و مي سينو على باز انا قبل ما ندخل في لو شون، قبل ما ندخل في التنشيط، بديت بلاكتورا. دونك ليكسبيريونس تاعي الاولى كانت في قلوب في صراع اون 2008. دونك هذيك هي الظهور تاعي الاول في حياتي، بديت كممثل. ومن بعد هذيك رحت دونك كاين بزاف ما نقدرش نشفع عليهم كاع ايتيك، كاين لي ماركاوني، كاين سويتشر، كاين دار البهجه، كاين لون ميتراج كور ميتراج. جي يو لونور اوسي دو ترافايي مع موسى حداد لو كون رياليزاتور. دونك الحمد لله
avec le peu d'expérience de عندي mais j'ai marqué le passage تاعي donc هذه هي très bien très bien حنايا مازال قعدتنا متواصله مع امين ومع شفيق باهو لكن جمال كنت تحكي قلت لي عفوا امين كيف كيف معليش ça veut dire ça veut dire il a réussi à à transmettre le message ça veut dire في راسك انت داك دايره روحك جمال انا دايره في حسابي راني نهضر مع جمال معليش امين كنت قلت لي انه بديت معاهم مع مع ويلكام اسيستون دو برود exactement كيفاش واش شافوا في امين حتى خيروا له ولا اختاروا له لو رول تاع جمال Alors, c'était principalement, bien sûr, il se base sur la façon de parler, sur la gestuelle, sur, bien sûr, l'allure extérieure. Et puis, ils font des tests caméra et voir si la personne, elle est apte, si elle n'a pas peur devant les caméras ou là. Donc, dès que j'ai fait le test caméra, j'ai été validé par le réalisateur à qui j'ai plu apparemment. Mm-hmm. Et je me suis retrouvé dans la peau de Jamal. Jamal, yani Jamal, il شبه لك. شبه لي sur certains points oui sur certains points j'ai travaillé Peut-être dans une côté société voilà j'ai travaillé dans une société donc dans des bureaux je suis habitué à travailler dans des bureaux les protocoles les trucs je suis habitué à ça donc ça n'a pas été très difficile pour moi donc à la BA ça m'a un peu aidé dans mon rôle il y a aussi le facteur qui est que je me retrouve avec des acteurs très très professionnels comme Hassan Kchach. Akid. Maïberk. Hassan Kchach, c'était... Aiden. Oui, exactement. Et j'ai tourné beaucoup de séquences avec Hassan et c'était lui qui m'aidait à rentrer flapote à le personnage Taï. Mm-hmm. Parce que dès qu'il commençait à parler, c'était l'immersion dans le rôle Hadak et j'oubliais que j'étais Amin et je me mettais dans le rôle de Jamal automatiquement. Mm-hmm. Et c'était merveilleux. على بالك شفيق انت يعطيني كراك تشوف مسلسل خاوة كثير من الناس اللي راهم حابين انه يكون معنا حسن كشاش لكن حسن كشاش يمكن راهو حاب يظهر بعد المسلسل باش يخلي الناس تدخل في لو رول تاع حسن كشاش وماشي تشوفوا زعما جونتي تو دونك تنسى المسلسل وتخلي هذاك السسبنس اللي كاين في المسلسل لكن كامل الفنانين ولا الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا قالوا نفس الشيء انه حسن كشاش من اكثر الاشخاص اللي ساعدوهم في اداء الادوار تاعهم كان دائما واقف معاهم وما بخلش عليهم بالنصيحه وحنايا نحييوه بالمناسبه ونتمنى ان شاء الله انه يكون حاضر معنا شفيق باهو اللي اكيد دائما تطربنا وتمتعنا بالصوت تاعك الرائع لا صح في رمضان اسكو عندك حفلات راك تقوم بها شوفي هي يقول لك في رمضان زعما كاين حفلات فاميليال هكذا اوتوماتيكمون اي تو بون جو في تري اتونسيون وين نخدم في رمضان يعني باش نكون صريح يعني وين ما كاش سي با فاميليال وين اون بو با سيتيغ وين ما نقدروش نسيليكسيوني واش نغني جو ترافاي با هذه مفروغ منها يعني هذه باش مام سيفو هكذا ان اورغانيزاتور كان معول يعيط لي من السمانه الجايه ولا الا باش تجيبني نغني حاجه ما ماشي حبها انا ما رانيش حنجي وما نغنيش ورزق على ربي كما يقول لك دونك باسكو علاه يقول لك العام كاع لينا عندنا 11 شهر كاع لينا شهر واحد ربي سبحانه دونك اون ايساي او ماكسيموم بون هادي شغل خبزتي انا دونك ما نقدرش نتكبر على الخبزه تاعي مي كوميم جو في اتونسيون وين نغني جو في اتونسيون واش نغني جيساي او ماكسيموم ديفيتي لو شغل كالكو ستيل شفيق سامحني حنا شفيق نعرفوك بالاغنيه الراقيه الاغنيه اللي ما فيهاش كلمات داخله ولا يعني خادشه للحياه يعني راح تغني وين تغني اكيد الناس رايحه تسمعك شفيق سكو واش حبيت نفهمك بالقيس نقدر نصيب روحي في ان اندغوا وين ما كاش الناس اللي تذوق هذا الستيل اللي نغنيه انا صح Donc je serai obligé pour les attirer, automatiquement je vais utiliser la carte machitari. Donc je ne suis pas open à ce genre de truc. Mais Kain Heflet, Kain dernièrement, j'étais très très heureux et surtout honoré de faire partie d'une association d'art, une soirée les enfants trisomiques. Donc
وين كرمونا وطلعنا كان في العديد من الفنانين حتى تاع مسلسل خاوة ايفيكتيفمون دونك يافي عايدة عبابسة يافي تيزية تقرتي عمار سنيقري ما كان على بالك بكلش الله يبارك عليك تقول ما كاينش تصوني دونك تما وين يافي ميم بوكو دارتيست يافي امل زين يافي سليم الشاوي سفيان بو عمره دونك كيف تجبدهم لازم تجبدهم كاع طارق القليعي يافي ميم دي ستيليست شغل اللي بارتيسيباو في دي كونكور شغل انترناسيونال اي تو دونك وين تما غنيت غنيات جديده وكرمونا اي تو فرانشمون في كاع لي سواري اللي خدمتهم اللي بدا نضان اليومين هذا هذيك سما ماركي جو سي با بوركوا لانه شهر يعني مليح انه نتزاوروا فيه وشهر يعني شهر الرحمه مليح انه يكون فيه صح تفرح فيه الناس كسوسوا عليك ترسم البسمه ديجا راهي صدقه الوغ ما ادراك في ان انفون جو ديغي با مالاد مي يعني ما نقولش ناقص نون بلو مي ان انفون اللي ما ماشي كيما احنا نتر كوم لي زوطر فوالا اكزاكتومون اذا شيء جميل نتمنى ان شاء الله انه نشوفوكم في تدهورات من هذا النوع لكن انا غال تاع جمال في مسلسل الخاوه امين لما شافوك الناس في مسلسل الخاوه اكيد كان يعني كان ليك صدى مثل كامل الفنانين اللي كانوا معاك لانهم كامل كانوا حاضرين معنا وقالوا لنا انه نخرجوا برا الناس كامل تعرفنا الناس كامل تبعت لنا لي ميساج كيف راك تشوف هذه الحياه الجديده اللي دخلت عليك امين بون جو في سا دوبوي كلكو جور هاد ليام تبارك اللي بداو لي ميساج لي فان يكثروا اي تو اي صافي شو كور باسكو يجونا دي زونكوراجمون من عند لي فان من عند اللي يتبعوا المسلسل اون روسوا دي فيدباك بوزيتيف يعني ايزون بيان ايمي هاد لو فيتون هادايا اي بيان سور سا في توجور بليزير دو فوار كيليا دي جون كي نوز ام اترافير سكون جو اي سا ريشوف لو كور اي جي ديكوفر اوسي لامور كون بورت فير لي جون كي نو سويف لي فان اي تو اي لا جو كومونس ا كومبروندر لي ستار اللي يقول لك نحبكم على لي فان هادو افون جو مي ديزي كيفاش يحبوهم دوكا وي سي فري كو اون سومي ا ليز ايمي صح شفيق لانه على بالك شخص يحبك تعرفه وتتلاقى به حاجة باينة لكن شخص يحبك عمره لا شافك عمره لا حكى معاك يعني أنا الحميد شوك عند كثير من الناس اللي يحبونا يعني رانا كامل في نفس الميدان ناس تحبنا ناس يعني تلقاهم ينكوراجيو فيك ويعطيو لك نصائح وكأنهم هما في الدومين يعني نحيوهم بالمناسبة كامل شفيق أنت كنت متتبع لمسلسل الخاوة شكون هو الدور أو خليني نقول الفنان لاكتور اللي جبدك في مسلسل الخاوة واش راك يحب راني حابه نعرف شكون واش راك يحب حبيتهم كاع حبيتهم كاع وعجبني شوفي كاينه حاجه انا فريمون 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 عجبتني باش نهرب لك باسكو انا عندي هذيك شغل يعرفوني باللي شغل في لي ريبونس تاعي شغل نهرب دونك حبيتهم كاع انا ثاني كيعرفوني كيفاش نعاود نولي معليش عاودي ولي نورمال ما تقول حبيتهم كاع يعني بلا بدون مجامله دونك بلي نعرفهم واللي ما نعرفهمش يعني شغل دايوغ امين هذه المره الاولى نتلاقى به تو كنت نعرفه بالك شفتو في ليكرون اي تو جيتي اغريابلمون سوبخي كان لاكتور جديد هكذا ما تغرش ديجا هذه الحاجه الاولى الي انستروي ما شاء الله عليه الى ان فيزيك كي دون تري تري بيان على ليكرون دونك سي امبورتون في بلادنا دونك نقول لك علاش باسكو يقول لك الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه مليح كيكونوا في الوسط الجديد يكون رب داخل والقديم يعاون الجديد كما كان يقول لك مع حسن كشاشي تو دونك صافي بليزير دونك كي تشوفي واحد عنده بوتونسييل يعني يقدر يمد ويقدر اي بو افونسي بور الي بالك ما تعرفي وين باسكو هذه دنيا ما تعرفي اليوم راه قاعد معك غدوه راه في كاش فيستيفال صح الله اعلم يعني شغل وان شاء الله من قلبي يعني نتمناها لكل واحد فيهم مي انا كاينه حاجه بزاف عجبتني في الـ في الـ في الفيتون هذا لو جينيريك magnifique. C'était différent. Le générique, vraiment, les deux, yani, je m'en kdebch. Bon, la chanson, j'ai adoré. C'est Kader japonais. Kader yani, japonais il a sa touche personnelle. Et d'ailleurs, c'est le haja li aounato. Ou le générique, je trouve que c'est différent par rapport à d'autres. On a marre de voir avec
لي سيكونس من الفيتون الفيتون ينحيوهم ويمونطيوهم انكوستاسيون سورتو لي فيتون دراماتيك دايما لا ميوزيك كلاسيك هذيك اي تو لا سي ديفيرون سي اون شانسون ا بار انتيير كي ترانسمي سيرتين ايموسيون سي كيك شوز دو با مال دو تو دونك انا نقول لك هذه هي دونك ها واش عجبني بكو بوك كلش عجبني مي الحاجه اللي عاونتني اللي عجبتني بلوتو في vraiment c'est cette chose parce que يقدروا يديروا دي موايان هكذاك ويقدروا يديروا مي سي ليدي ليدي جلوبال هذيك اللي يفو بونسي à suivre on va dire le modèle ou le chemin voilà exactement صح كان عندك الحق يعني شفيقه كامل الناس حبوا خاصه اغنيه والحكايه يعني تاع المسلسل هي من الواقع الجزائري يعني كامل الجزائريين خليني نقول يعني لا ماجوريتي تاع العائلات عاشوا هذه التجربه تاع الاب يروح ولا الام تروح ويصرى صراع تاع الورث والاغنيه يعني ترجمت كامل القصه في يمكن 3 دقائق ولا دقيقتين يعني كثير من الناس اللي سمعوا الاغنيه تاثروا قبل ما يشوفوا المسلسل بون كوراج امين وبون كوراج ليك انت ثاني كشفيق علاش لا نشوفوك في دوزيام سيزون تاع الخاوه علاش لا بوركوا با ان شاء الله انا يعيطوا لي قلت يسلمك انا يعيطوا لي جو سوي لا ان شاء الله شو راني في دارنا انا خدمتي اللي كاتبه لي ربي ان شاء الله اذا مشاهدينا الكرام نروحوا مع بعض نشوفوا الدوكا مور ما شافوك في مسلسل خاوه باز انكور اون اتون ديجا نستناو لا فان تاع لو فويتون بور فوار نشوفوا ا بو بري لو فيدباك تاع الناس تاع بوتيتر دوتر برودكتور ولا دوتر رياليزاتور مي جو سوي سور كو شاكان دو نو En tout cas, de toute l'équipe aura des propositions parce que ils ont tous donné de leur mieux et ils ont fait un travail magistral. Et franchement, on est content de ça. Et juste un ayabark en revoyant le feuilleton la télé, alors que tu n'étais pas avec ils ont eu les émotions. Tu n'as jamais tourné avec eux. Tu es un téléspectateur. Ça, c'est très important. Et ça fait plaisir qu'on donne aussi la chance aux jeunes. De démontrer leur talent et leur potentiel. Shafiq, Anna. Je vais poser la question. Est-ce que Belkis déjà proposé à Oulha de jouer dans des films Les films, oui. Où est-ce que tu as joué كنت خايفة ودوكا كي راك تبوزي لي لا كيسيون راني خايبه راني راكي حجمانا وي نو بروبوزاو لي بزاف لي فيلم حتى مسلسل الخاوه ولا ما لعبتش كيما انا تفني انت ما قدرتيش تنوضي لو لوندوم انا ما رحتش ميم با مي بون بالك مازال شويه باسكو جو كخوا كو جو نو سوي با انكور بريت يعني راني في لانيماسيون راني في الدومين تاعي يمكن باش نخرج من الدومين تاعي يحب لي دونك اوترومون دي بالك ماشي كونتر نو جو نو سوي با كونتر لا سوبر خلاص انا بالك انا جو نو سوي با كونتر اما ولي خرج truc là une réalisation il compte un vide c'est ça je suis loin de sortir avec ça que ma hadi صدقني يا امين صح شفيق دوكا انا لا كيسيون تاعي راهي ليك على بالنا باللي عندك كان عندك البوم جديد كان ان سينجل داكور احكي لنا على السينجل هذا الوغ السينجل هذا حكايته حكايه الله حكايته حكايه باسكو على اشاك فوا نجي نخرجوا يا 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 ان اوبستاكل اشاك فوا نجي نخرجوا كاينه حاجه الاخر Ou comme je suis une personne les suis susceptible, enfin je suis bzaf. Donc madabiat ko khdemti yani bien, madabiat ko j'essaie de perfectionniste. Exactement. Alors que la perfection ça n'existe pas. Donc mais ana j'essaie au maximum haja li ntbah laha ana je me dis que le téléspectateur ou la li yesma ou la automatiquement il ntbah laha. Kima ana khammemt fhad el haja wa huwa yhaykhammem laha automatiquement. Donc kima kan el hass jat el ghnia deja kan fiha arrangement jdid. Kan on ba3d tik aoud l'arrangement tbeddel. Ajabni l'arrangement encore mieux. D'accord. Donc hatlit le chant, la voix finale et tout. ومن بعد هذيك تورنينا الكليب قلنا نزيدوا دي بلون ما زدناهمش ومن بعد سيتي بريفي تورنيو منا تورنينا لو كونتخيغ دونك شغل بين الليله وضحاها نوض هكذا اوب نحب نبدل دونك يعني كاين ايكيب كاع هذيك تاع الكليب ديجيتال ارت دي جي جو ريميرسي انفينيمون شغل لو فات اللي كانوا معايا شغل واقفين اي تو الوغ لا شونسون اسمها خليني معاك
تقول خليني معك خليني معك خليني نحكي معك احكي لي لاني ظلمك قولي لي ساي ساي اوبليجين تفهموا دونك سي ا بوبخي سي ا بوبخي سا سي غراميه هكذا افيك ان ارانجمون شغل مودرن اي تو كاتب الكلمات كاتب الكلمات بلال ميلانو الارانجمون اي تو طارق قادم كيما اغنيتي الاولى كيما وان شاء الله مام بور لا ترويزيام سافاتخ معاه ان شاء الله ان شاء الله و لونجيسترومون الى ايتي سيغ حطيت لا فوا تاعي تو في استوديو اكابيلا داكور فوالا داكور نتمنى لك ان شاء الله النجاح هذا هذا السينجل شفت مقبل قلت لي تعرفي كي عارفه كلش من بصح السينجل تاعك ما لبش اسكو خرج ولا مازال خرج مازال ما خرجش يخرج وقتاش راح يخرج في العيد في العيد بروميير جور تاع العيد بروميير جور تاع العيد راح يخرج لو سينجل تاعك يخرج الكليب كاريمون الكليب بلو سينجل ان شاء الله ان شاء الله حنا نتمنوا لك ان شاء الله يخليني معاكم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تعطينا بون عطيتنا كلمات مقطع خفيف منها ولا خايف خليني معك خليني نحكي معك حكي لي لاني ظلمك قولي لي يا ساي ساي عمري عياني تسامحو نجيك من الاخر مانيش لاباس ساي ساي اوبليجي نتفاهمو نبغيك بزاف سمعوها الناس واو هذه هي واو واو ما شاء الله يعيشك. عليك شفيق أغنية رائعة جدا رايح يصدر إن شاء الله أول يوم تاع العيد إن شاء الله بالكليب تاعو واجد بكلش داكو ان شاء الله حنايا نتمنوا لك نجاح شفيق فيه اغاني اخرى يمكن راك تحضر فيها نقولها لك هكذا بصح ما تزيديش تدخلوا لي ما تدخليليش رمضان حنعطيها لك الوغ يوغا ان ديو جوست ابخي لا سورتي تاع هذا لو كليب يوغا ان ديو بس خلاص معليش امين عندك موهبه افاغ موهبه التمثيل وي سي رسم رسم عندي ان دون تاع لو ديسان ملي كنت صغير كي كنت صغير جديسيني لي بيرسوناج تاع لي ديسان انيمي اما كبرت سيتي بلوس ناتور كاريكاتور دايور جي اون انيكدوت حكتني خطرا اون بروف كو درت عليها اون كاريكاتور وعقلت روحها اه لا لا عقلت روحها اون بليس عقلت روحها اي جو مسيو ريسو اون كونفوكاسيون واش دارت لك بعد كيفاش خلاصت شافت روحها Elle s'est sûrement posé la question quand c'est à ça que je ressemble. Elle était déçue. Elle était un peu déçue parce qu'elle se sentait un peu musclée. On a quand même chauffé que l'homme. On a quand même. Merci de m'avoir fait subir les cours de philosophie. C'était pas sympa, mais bon, c'était instructif. Ça va, moi, il est direct. Avec ouais. le dessin, généralement, c'est une forme de sagesse. Est-ce que Amine, il chauffe une personne sage ou la. باسكو ما عباليش هي مخبيه في عينه هكذا شغل يسي يلعبها عاقل يسي يلعبها زعما فاصل كما ما على بالي بلي يبان بلي طوايشي هكذا شغل كيما انا زعما طوايشي طوايشي بيان سور مدام ديسينا بروف تاعو طوايشي بيان سور سا في بارتي دو طوايش لي كاريكاتور ان بلان كلاس مي لو ديسان اون لوي ميم il aide à canaliser certains ressentis certaines exactement il aide à exprimer les choses autrement que la violence ou que certaines réactions Mais depuis quelque temps, je ne dessine pas depuis quelque temps, faute de temps et puis le quotidien, etc. Donc voilà. Et malheureusement, j'ai, on va dire que ben le côté taïto est autrement ah oui. que le dessin. وي بصح عنده الحق شفيق وكاين اللي يقول لك انه الرسم يعني على اشكاله كي سوا واحد يعرف يرسم ولا لا لا سا 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 انتربريت سكو تو ريسون الحاله النفسيه تاعك هذيك الدقيقه هذيك اللحظه ومن بعد نعطيه ورقه لشفيق نعطيه يخربش ونشوفوا واش يحس انا نقول لكم والله شوفوا ميم سي الا قدرتوا في دوتر نيميرو وين قدرتوا تجيبوا لي هذه المعلومه يعني صح ولا واحد او يشوف فينا ولا انا عندي طبيعه نرسم نص وجه وش معناها ما على باليش ونرسم نص وجه تاع مرا ماشي تاع راجل صافي دوك تعطيني دوك لا لا والله شوفي ماشي من اللي كنت صغير كي تعطيني ورقه تقولي لي ارسم
déjà انا نحب نرسم صادير مي زابار لي ايتود جيستيون اللي قريتهم اي تو دونك انا جوري ايمي ندير لي بوزار جي با في لي بوزار صادير نحب نغني تو مي نحب نرسم يعني صدقيني ما نعرفش برك مي غير تعطيني ورقه وسيلو بلا ما نفيق حاجه الاولى ندير حاجب عين نص نيف ونص فم شغل جو في جوي ان بيو بسيكولوج معليش فوالا دونك هذه حبيت نعرف انا يعني ما مدام يشوفوا فينا تعرف راكش تحس باللي ما تلعبش معايا ماشي جمال ما راكش تحس باللي راك انكومبلي في حاجه بالك توري بو اكومبلير كيلك شوز و فريستراسيون على باليش انا وي بالك صح وي سي با سي با دو تو بيت وي كنت حاب دير لي بوزار مي ما درتش لي بوزار باغ اكزومبل بالك وي صح بيتيتر والله غير صح بالك يعني ني جامي ترو تار مي ان شاء الله ان شاء الله علاش لا لا مازال يجي الدنيا ان شاء الله تدخل لي بوزار وتكمل نص الوجه وسورتو نص ما مقدر عليهم كبار كيما انت هكا نص الوجه مراه ماشي راجل ماشي نص مراه نص راجل كملها كاع مراه لازم لازم يا اما مراه يا اما راجل واحده منهم ما كاش هذيك النص اذا بون ستريس يا لو موفي ستريس يفو ايفاكوي لو موفي ستريس وكلش بالمكتوب يفو با اون فير توت ان بلا صح Il y a des gens qui ont refait leur bac plusieurs fois et qui alors ont fini par réussir. Excellent. Voilà. Alors il faut enlever avec la boule, avec comme si c'était. Il faut juste aller de manière naturelle, passer le bac. Que je vais le mettre de toute façon dans ma canne. Inch'Allah, Shafiq. Ana bon, déjà Amin il a tout dit. Donc ana qulhom. Ana je sais pas, il y a quelqu'un qui a l'idée, hakda yqoul lik ma télévisich la veille ou le jour même. J'ai jamais fait ça. Ana par contre, je fais tout le temps ça. انا جو سا مارش سوبر بيان افيك مو انا عندي شغل كيما نقولوا ما نشفاش مي كي نشوف نشفى انا يا كي نشوف دونك نشفى على الكتابه دونك الى درت ربع ايام خمس ايام قبل الاخر اوتوماتيكمون ننسى دونك يفو بون دوكا سي سي ان بو ترو تار مي اساي بالك سا بي مارشي انا نقول لهم دخلوا افيك افيك اسيورونس سورتو شغل باسكو انا شو با بسيكولوج باش نقول لك اسكو سي بون ولا سي موفي مي انا ليا انا قلت لك جوسكا لا دانيير مينوت نريفيزي قبل ما ندخل قبل ما ندخل غني وسيبوا حاجه ام كان خرجوا هذوك هذاك الجو هذاك اللي نحي ستريس صح سي فري هذاك اللي يدور هكذا دونك وي لو سبين شنو بالك باكي تجي في البروف لو سبين هذاك دونك خاف يديروا فيه كوبياج هذاك هي الكوبياج فيها على بالك شوف كل شيء ممكن اه وي دوكا تو تي بوسيبل دونك انا نقول لهم دخلوا افيك اون اسيورونس باسكو هي اللي طلعك وهي اللي تحبطك صح باسكو وما كاش زعما هذيك تفقد الامل في الدقيقه الاولى ولا حتى لا ديرنيير مينوت تاع ليكزام نبروفيتي منها صح. انا حاوش نقول لهم والوكازيون نقول لهم كاع اللي يجوزوا في الباك يعني شغل ربي ان شاء الله يوفقهم باسكو وان شاء الله ربي ما يحرم حتى واحد من فرحه الباك باسكو وحدها اكزاكتومون دونك او باساج نقول له رؤوف بو يعقوب ان شاء الله يجيبه دونك سان تري بون امي ا موا ان شاء الله وكاع اللي نعرفهم يجوزوا الباك ان شاء الله يا ربي اي او ميم طون باساج سي فو بيرميتي بيان سور ما بتيت سور الا يو سا سيزيام نقول لهم مبروك كلشي مبروك كلشي مبروك عليكم مبروك عليها ان شاء الله على فيا مبروك عليها اذا كنت اعطيتو نصائح انا يمكن الان جاتني فكره في راسي سورتو لازم تكون عندكم كونفيونس في روحكم يعني لازم تكون عندك ثقه في نفسك وخاصه الورقه كي تشوف الورقه لانه انا صرات لي كي كنت حنجوز الباك كي تشوف الورقه يبان لك باللي صعيب يبان لك نو باسكو علاش قادر يكون صعيب لي لا كيسيون تكون مخبيه فيها الاجوبه اللي يمكن انت تعرفها اقرا سؤال مليح ركز بيان اقرا وعاود لو سوجي حتى ان شاء الله تلقى الاجوبه لانه عام كامل انا نظن انهم وجدوا روحتهم عام كامل وان شاء الله التوفيق ونجاح لهم اخر كلمه تحبوا توجهوها للفان تاعكم لعائلاتكم اي شيء حابين تهدروه عبر قناه الجزائريه وان Alors, Anaï, je voudrais remercier déjà les fans qui nous suivent sur le Khawa et qu'il y a beaucoup de rebondissements et de surprises les jours à venir. Alors, restez branchés avec nous. Et je voudrais parler des gens aussi du bac Naoud parce que ma route l'homme, j'ai oublié de vous faire comme Inch'Allah, et nous comme. Voilà. Merci, Amin. Shafiq. Anaï, je voudrais dire merci de m'avoir suivi sur le autant. ميرسي لي صبرتوا عليا شغل اشاك فان نمد اون دات ومن بعد ما يخرجش فيها لو سينجل سامحوني دونك ان شاء الله نهار العيد باذن الله سي لا دات اكزاكت الى حيانا ربي من هذاك النهار دونك نقول لكم ريستي هكذا سي نومبرو اي نومبروز ا ميمي اي ا ايمي لاغ اللي راني نمد فيه دونك بلا بكم جو بو ميم با افونسي جيم تو الموند
ميم اللي يحبني واللي ما يحبنيش دونك ربي يخليكم وإلا ما تلاقيتش بكم من العيد صحة عيدكم اي ميرسي عبد القيس اي على الشان الجزائرية وان ميرسي عبد القيس بوعينين باسكو شوفوا صدقوني قد ما يبانوا عينيها كبار في تيليفزيون قدامكم انا نعيط على البومة يعني هكذا كبار هكذا يعني كبار هكذا لا لا ما شاء الله سي جامي كش ما يصرا لك ولا يعني كبار سي بروف دو بوتي سي بروف دو بوتي دونك ربي ان شاء الله يحفظك ويطيحك في نفس المملة اللي تعرف لو شارم تاع عينك هيا واش نزيد لك فوالا قتلتها خلاص قتلتها بقدر انا مش نقول لازم نهضر نقول لك حاجه غير روح كلوتشي غير روح اغلق ليميسيون يعطيك الصحه شفيق انا ان شاء الله نتمنى لك زوجه على حساب قلبك امين امين تانيك ان شاء الله وامين تانيك ان شاء الله يا ربي اذا مشاهدينا الكرام انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم وصحاب الباك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي تنجحوا كامل وان شاء الله امين قاعد ندعو لكم قاعد ندعو لكم واغتنموا الفرصه لان رانا في شهر رمضان ادعيوا بزاف ان شاء الله يا ربي كامل 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 تجيبوا الباك ونفرحوا بكم اذا مشاهدينا الكرام تبقاو على خير صحه فطوركم وصحه سحوركم باي باي